فشل اتفاق السويد، فقدان الشرعية لعاصمتها الثانية، واتفاق الرياض، وتقارب السعودية مع ميليشيا الحوثي. ما الذي تركه العام 2019 على خارطة المشهد السياسي في اليمن؟ وكيف يمكن أن تتعافى البلد في ظل الاتجاه نحو مزيد من تعقيد الأزمة اليمنية؟ أهلا بكم. 2019 لم يكن سوى عام أخذ ترتيبه بين أعوام الحرب كعام خامس ارتفعت فيه أعداد الضحايا في اليمن، وازداد فيها المشهد السياسي تعقيدا على جميع المستويات. كان اليمنيون ينتظرون من هذا العام تنفيذا لاتفاق السويد الذي وقع أواخر العام 2018، لكن ميليشيا الحوثي كتبت نهاية الاتفاق قبل أن يولد، وأجهضت خلال العام كل آمال لتحقيق أي اختراق في أي بند من بنود الاتفاق. على الصعيد الآخر، فقدت الحكومة الشرعية عاصمتها الثانية عدن من خلال مسرحية سعودية إماراتية خلصت إلى تسليم عدن للانتقال وإبقاء شبح الشرعية، ربما لشرعنة كل ذلك ليس أكثر. أعزائنا المشاهدين، برنامج المساء اليمني يفتح ملف حصاد 2019. نفتتح الملف اليوم بالحصاد السياسي، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. عام آخر يودعه اليمنيون وسط دوامة من المآسي والكوارث التي تعصف بمستقبلهم كدولة ومجتمع. ينتهي العام 2019 وعلى الخارطة لا تكاد تدور جغرافيا كانت تدعى اليمن، بعد أن تقاسمتها جماعات وأطراف لا ترى سوى يمنها الخاص والصغير. في هذا العام توج المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات مشروعه الانفصالي بانقلاب مكتمل الأركان على بقايا السلطة الشرعية التي كانت لا تزال قائمة في مدينة عدن. وهذه المرة كان الانقلاب بإسناد مباشر من السعودية والإمارات، حلفاء الشرعية وأصدقائها المفترضين. ولمداراة نتائج مثل هذه التطورات يهرب الجميع إلى تسويات مشوهة ترحل العنف وتفاقم نويات الصراع وتعطل العمليات العسكرية ضد سلطة الميليشيا التي تحكم صنعاء منذ 5 أعوام. من ستوكهولم إلى الرياض لم تنتج الأطراف الفاعلة في الأزمة اليمنية سوى مزيد من التسويات العرجاء التي تحمل معها تشريعاً آخر لتآكل الدولة وتهشيمها. في العام الأخير تعددت الأزمات وتكاثرت الأطراف واتسعت رقعة الصراع، وبدا وكأن اليمن يخوض عدة معارك في آن واحد ليواجه خصوماً بأقنعة مختلفة، أسوأهم على الإطلاق سلطة شرعية لا تعرف ما تريد. معادلات المعركة العسكرية فرضت نفسها في الميدان السياسي لتجد السعودية نفسها ذاهبة إلى تفاهمات لم يفصح عن مضمونها حتى اللحظة مع ميليشيات الحوثي، متجاوزة بذلك السلطة الشرعية ورئيسها المقيم في الرياض. تسعى الرياض للخروج من ورطتها على حساب اليمن واستقراره على المستوى الطويل، ويؤكد مراقبون أن ذلك السلام الناتج عن تفاهمات كهذه لن يكون سوى صفقة لتمكين ميليشيا الحوثي مما لم تحصل عليه بالحرب. تبدو الشرعية أمام مفترق طرق صعبة بعد أن سلبت منها عاصمتها وقرارها، فأصبحت سلطة دون قرار أو عاصمة. يمضي العام الخامس من الحرب ليكبر السؤال القديم: ماذا بقي بيد اليمنيين من زمام أمرهم؟ وكيف سيواجهون كل الاحتمالات الصعبة التي يحملها لهم العام الجديد؟ إذا مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي الذي سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من برلين، الدكتور علي العبسي المحلل السياسي، وسينضم معه آخرون. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أهلا بك دكتور. 2019 عام من ضمن 5 أعوام للحرب في اليمن وللانقلاب والفشل الحكومي والإقليمي والدولي أيضا. لو أردنا أن نقف على هذا العام على أبرز محطاته السياسية، ما هي برأيك؟ أنا أعتقد هناك محطات كثيرة يمكن أن نقف عليها، ولكن في المحصلة النهائية الأزمة اليمنية أصبحت أكثر تعقيدا وأكثر تشظيا والوضع أكثر سوءا.
أنا بالتأكيد أعتقد أن الجميع يتفق على أن الانقلاب الذي جرى في أو في الأول من أغسطس واجتياح القوات المجلس الانتقال الجنوبي لمدينة عدن هو الحدث الأهم والحدث الأبرز، نعم. الذي شكل تغيرا وتحولا جوهريا في مسير الأزمة اليمنية، وبالتالي هو الحدث الأهم. اتفاق الرياض أيضا هو حدث مهم أيضا لأنه شرعن سياسيا أو شرعن النتائج العسكرية في شكل اتفاق سياسي، وأصبحت ثابتة الآن ومقرة. وكما شاهدنا المجلس الانتقالي الذي لم يكن أحد يتحدث معه أصبح يتحدث مع الجميع بعد أن شرعنته اتفاقية الرياض وشرعنته الحكومة الشرعية اليمنية. نعم. بالنتيجة نحن أمام محصلة سيئة للغاية، الأزمة اليمنية والحرب في اليمن تتعقد يوما بعد يوم، وهذا العام أعتقد واحد من أكثر الأعوام سوءا، لأن الحكومة الشرعية اليمنية فقدت أدوات كثيرة، فقدت جزء كبير من شرعيتها، اعترفت بانقلاب آخر حتى أسوأ من انقلاب الحوثي. الحوثي لا أحد يعترف به ولا أحد يتعامل معه، ربما إيران على خجر تتعامل معه. أما الآن المجلس الانتقالي يتم استقبال المسؤولي ويتم استقبال الممثلي في أكثر من عاصمة عربية وعالمية، السفراء كلهم يتسابقون على الحديث معه واستطلاع آرائه وموقفه السياسي والحديث معه. نعم. وبالتالي الحكومة الشرعية اليمنية لم تعد تواجه انقلابا واحدا، لكن أصبحت تواجه انقلابين، وانقلاب آخر لديه شرعية، أصبح لديه موقف سياسي والعالم يعترف به والحكومة الشرعية تعترف به. نحن نعم، أمام إذا وضع أسوأ، نحن أمام أزمة أصبحت أكبر، لا أدري ماذا يمكن أن كيف يمكن أن تستعيد شرعية ما فقدت، هذا في حالة أنها كانت لديها النية أن تستعيد هذه شرعيتها، الجزء من شرعيتها التي فقدت. الاتفاقية أيضا التي أبرمتها الحكومة الشرعية اليمنية اتفاقية لا يمكن وصفها إلا بأنها اتفاقيات تخلى بها عن شرعيتها، هي اتفاقيات مخلة حتى بالدستور اليمني، مخلة بقرارات مجلس الأمن، التخلي عن السيادة اليمنية. أصبح القرار وفق اتفاقية مثلا الرياض التي كما ذكرت هي أهم الأحداث التي التحولات اللي حصلت في الأزمة اليمنية في سياسيا في الآونة الأخيرة، الحكومة اليمنية لم تعد صاحبة القرار النهائي في اليمن أو ما يحصل في اليمن، صاحب القرار النهائي أصبحت السعودية واتفاقية دولية، وهذا بغض النظر عن أسبابه ومآلاته، لكنه مخالف ليس فقط للدستور اليمني ولكن مخالف لقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه. الآن من يحاول الآن ليست الحكومة اليمنية ولا الرئيس الشرعي هو من صاحب القرار، هو من يقرر وصاحب السلطة المطلقة في اليمن، هناك من يقرر له وهناك من يحاكم حتى سلوكه وهناك من يحكم على سلوكه ويقول له هذا صح وهذا خطأ، هذا مسموح وغير مسموح. نحن أمام تدهور غير طبيعي في الأزمة، نحن أمام إذا لم تتدارك الحكومة الشرعية نفسها وموقفها فنحن أمام نهاية لهذه الحكومة الشرعية، نعم، نهاية إذا للشرعية اليمنية. لا أدري كم ستستمر وبإرادة من سيتم النهاية، هل سيتم بإرادة السعودية أم الإمارات أم المجلس الانتقالي؟ ولكن إذا استمرت الحكومة اليمنية بهذه الطريقة وبهذه السياسة وبهذه المواقف، فأعتقد أنها لن تستمر طويلا. نعم، إذا لو توقفنا عبر محطات دكتور علي، يعني نعود للوراء قليلا قبل الانقلاب، ربما توقع اليمنيون أن يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم السويد في بداية 2019، ولكن مني هذا الاتفاق بفشل ذريع. لو توقفنا عند هذه النقطة دكتور علي، برأيك لما لم تعلن الأمم المتحدة حتى الآن فشل الاتفاق وتحمل الطرف المعرقل المسؤولية؟ ما زالت تتغنى به وكأنه تم تنفيذه بنجاح؟ أولا لو رأينا طبيعة تدخل الأمم المتحدة في الأزمات الدولية عبر تاريخها الطويل، الأمم المتحدة لم تكن أبدا جهة تحكيم سياسي تصرح بين هذا أو تحكم بين هذه الأطراف المتنازعة، هي دائما كانت ما تمارس دور الوساطة، والوسيط دائما يحاول تجنب إصدار أو إدانة أي طرف من الأطراف، لأنه في النهاية نجاح وساطته ونجاح عمله مرتبط برضا هذه الأطراف وبتعاملها معه وباعترافها معه، وهو لا يريد استعداء أي طرف بشكل عام. وفي اليمن لدينا تجربة مع كل المبعوثين الأمميين بأنهم الجميع كان يهادن، كان يعطي أطراف يعني التي تتعنت أكثر يعطيها صلاحية أكثر، يعطيها مميزات أكثر، من كان يتعنت وكان يرفض وكان يخرق الاتفاقيات يحصل على مزايا أكثر من الأمم المتحدة، لأنه هو صاحب القرار في استمرارها من عدمه. الأمم المتحدة لا يمكن أن تعلن فشل جهودها في اليمن، ما هو الخيار الآخر؟ يعني السياسيين أول إذا تحدثنا سياسيا، ما هو الخيار الآخر؟ إذا أعلنت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي فشل جهوده السلمية في تسوية الصراع السلمي في اليمن، فمعنى ذلك أنه استمرار الحرب وشرعنت لاستمرار هذا الحرب، والأمم المتحدة لم تعلن يوما ذلك ولن تعلن ذلك.
هذا أولا. ثانيا استمرار عملها واستمرار طواقمها نفسه، الشخصيات التي تعمل في الأمم المتحدة، المبعوثين الأمميين أيضا كان لديهم مصلحة شخصية في استمرار عملهم. هذا العمل مجد للغاية، لا 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 ليس عملا بسيطا، يعني يتلقون مبالغ عالية، موظفين الأمم المتحدة يتلقون رواتب عالية. هذه الأشياء أيضا تسهم في أن مسألة الأمم المتحدة لا تريد أن تفقد دورها وعملها في اليمن. وبالنتيجة نحن لا نتوقع، ولا أعتقد لا أتوقع، وحتى الاتفاقية ستكون إذا رأينا الجميع كان مقتنع منذ البداية أنها لن تنفذ. الجميع دخل إلى الاتفاقية ويدرك تماما صعوبية تنفيذها. الحكومة الشرعية اليمنية وقعت الاتفاقية ليس لأنها كانت تريد سلام، ولكنها كانت خضعت لضغوط من المملكة العربية السعودية لتخفيف الضغط الدولي على السعودية بعد أزمة اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي. الحوثيين أيضا كانوا بحاجة إلى أي اعتراف دولي بهم، وكانوا مستعدين لدفع ثمن معين لهذا الاعتراف، وأيضا منع سقوط الحديدة بعد أن وصلت القوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية إلى تخوم المدينة. أيضا كانوا حاجة إلى اتفاق ينقذ هذه المدينة أو يحصنها بقرارات أممية. الجميع في اتفاقية ستوكهولم كان لديه أهداف مختلفة، كان أهداف نعم مختلفة، لم يكن بينها أبدا مسألة إحلال السلام أو تخفيف الأزمة على اليمنيين. كل طرف كان لديه أهداف خاصة به، الشرعية السعودية، الحوثيين، حتى الأمم المتحدة. فبالنتيجة اتفاقية ستوكهولم لم يكن أحد يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فعلا، ولم تدخل حيز التنفيذ فعلا حتى الآن، ولن تدخل حتى في المدى المنظور. اتفاقية ستوكهولم ولدت ميتة، ولذلك لا يوجد أحد من يريد أن يعلن موت هذه الاتفاقية. لا الحكومة الشرعية تريد إعلان موتها لأنها ما زالت بحاجة إلى الدعم السعودي، والسعودية لا تريد إعلان موت هذه الاتفاقية. الحوثيين أيضا لا يريدون إعلان موت هذه الاتفاقية. الأمم المتحدة بالتالي أيضا لا تريد أن تعلن موت هذه الاتفاقية، ولكنها ميتة بالفعل، ليس لديها أي مستقبل الآن. وبالنتيجة اتفاقية ستوكهولم لم تكن أبدا خطوة في اتجاه تحقيق السلام في اليمن أو تخفيف الأزمة في اليمن. اتفاقية ستوكهولم كانت نوع من استمرار الحرب بطريقة مختلفة، نوع من التكتيك الحربي أيضا، أو استمرار الحرب بطرق دبلوماسية كما يقول بعض الفلاسفة. وبالنتيجة أعتقد أنه كان طبيعي للغاية أن لا يحصل أي شيء من على واقع على الأرض. نعم ولذلك أيضا أنا كما أقول مرات أخرى، اتفاقية ستوكهولم لم تنفذ ولن تنفذ. نعم إذا المحطة الثانية دكتور علي لو توقفنا عندها، وهي ملف انقلاب عدن، وأنت ربما وصفته بأنه الحدث الأبرز في عام 2019، ولكن دعنا نقترب من هذا الحدث أكثر ونتحدث عن دور السعودية في هذا الانقلاب، كيف تصفه؟ كان واضح أن السعودية والإمارات أيضا بحاجة إلى تعديل ما في الحكومة الشرعية اليمنية. الحكومة الشرعية اليمنية رغم أيضا أنها كانت تخضع لكثير من الإملاءات، ولكن يبدو أن هناك أطراف في الحكومة الشرعية اليمنية كانت تبدي تذمرا أو نوع تململا من الضغط السعودي ومن الإملاءات السعودية، سواء كان الرئيس عبد الرب منصور هادي في بعض الحالات، أو بعض الأطراف أو بعض الوزراء كما رأينا، يعني الوزير الداخلي أحمد المسيري، صالح الجبواني وزير النقل، وأطراف أخرى في مجلس النواب، وأطراف سياسية يمنية أخرى كانت تبدي تململا من السلوك السعودي. السعودية كانت تريد حكومة يمنية خاضعة تماما لرغباتها، خاضعة تماما لإملاءاتها، لذلك حاولت إعادة هندسة هذه الحكومة اليمنية، كانت المجلس الانتقالي هو البوابة التي دخلت منها. الإمارات أيضا كان لديها أغراض من المجلس الانتقالي، بحيث أنها تشرع لطرف سياسي يمثلها ويمثل مصالحها ويكون حارسا لمصالحها في الجنوب. السعودية أرادت إخراج من لا ترضى عنه من الحكومة الشرعية اليمنية، عن طريق إدخال أطراف ترضى عنها. المجلس الانتقالي أيضا ليس إماراتيا فقط، المجلس الانتقالي أيضا هو سعودي أيضا في بطريقة أو بأخرى، أو في النتيجة النهائية يعني المجلس الانتقالي وأعضاء المجلس الانتقالي ورئيس المجلس الانتقالي والأطراف المهمة في المجلس الانتقالي كانت تبدي ولاها أيضا للملك سلمان، وحتى بعض الأحيان في بطريقة إعلامية كانت تبدو أكثر من ولائهم للإمارات. نعم السعودية أرادت من الانقلاب الذي جرى في عدن إجبار الحكومة الانتقالية اليمنية، إجبار الرئيس عبد الرب منصور هادي على إعادة صياغة الحكومة اليمنية بطريقة تخضع للإملاءات والمصالح السعودية، وقد نجح في ذلك حتى الآن. إذا أسفر هذا الانقلاب دكتور علي إلى اتفاق الرياض، وهذا الاتفاق ربما أنت قلت بأنه من الاتفاقات المخلة لشرعية الحكومة ولقرار مجلس الأمن، هل توقفنا عنده أكثر وحدثنا لما تراه مخل بالشرعية؟
الحكومة الشرعية اليمنية من خلال هذه الاتفاقية تنازلت أول شيء عن صلاحية أصيلة للحكومة الشرعية اليمنية ولأي حكومة شرعية في العالم. لا يمكنك أن تتنازل عن سلطاتك وعن سيادتك وعن امتلاكك الحق أولا احتكار السلاح، احتكار استخدام القوة، هذا واحد من صلاحيات الحكومات الشرعية أنها تكون هي المحتكر الوحيد والرئيسي للقوة في على الأرض. أن تكون هي الوحيدة التي يحق لها تشكيل قوات مسلحة وقوات شبه مسلحة. أن القرار النهائي والسيادة على الأرض هي القرار النهائي للحكومة الشرعية اليمنية. كل ذلك تنازلت عنه الحكومة اليمنية في اتفاقية الرياض. ودعونا نراجع البند بندا. بند مثلا دمج القوات المجلس الانتقالي ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ما ضمن هيكلية الجيش اليمني الوطني. هذا القرار هذا قرار خارج عن إطار الشرعية اليمنية. هذه قوات حاربت الشرعية اليمنية، هذه قوات قاتلت قوات المحسوبة على الجيش اليمني، هذه القوات اقتحمت مقر الحكومة اليمنية واقتحمت حتى مقر الرئاسة اليمنية، كيف تدمجها في إطار حكومة في إطار الجيش الوطني اليمني المفترض أنه يوالي لك والذي قاتلهم، هؤلاء الناس تقاتلوا مع بعض كيف تضمهم؟ هذا كان واحدة من المثالب الرئيسية للاتفاقية. أيضا مسألة تحديد من الذي نفذ ومن لم ينفذ، لم يعد في يد السلطة الشرعية اليمنية ولكن في يد القوات السعودية والموجودة في عدن هي التي من ستقرر من نفذ ومن لم ينفذ. هي من ستتسلم، القوات السعودية هي من ستتسلم أسلحة متوسطة وثقيلة من الأطراف المتحاركة، ليس فقط من المجلس الانتقالي ولكن أيضا من الحكومة الشرعية اليمنية وقوات الحكومة الشرعية اليمنية. أيضا مسألة اتخاذ القرارات التي نصت أيضا على وجوب أن يقوم الرئيس عبد الرب المنصور هادي بالتشاور قبل تعيين المحافظين وقبل تعيين الوزراء ومدراء الأمن، التشاور مع من؟ وهل هي مشاورة ملزمة؟ أيضا هذه الاتفاقية مخلة، يعني الآن تم الانتقاص من شرعية وصلاحية الرئيس هذه لمصلحة من؟ يعني من يحدد؟ يعني أيضا الجانب السعودية هي من ستحدد إذا كان هذا تم بالتشاور أو لم يتم بالتشاور، وبالتالي الآن المسألة يعني كانت بمنتهى الغرابة. لا أدري من فاوض عن طرف الحكومة اليمنية ولماذا كان يتم هناك إرادة للوصول إلى اتفاق الرياض بأي ثمن كان وبأسرع وقت ممكن ووصل بهذه النتيجة. أيضا هناك مسألة أخرى أنا أريد أن أشير إليها وهي مسألة ربما أقدم حتى من اتفاقية الرياض وهي مسألة السيادة على الأجواء اليمنية وعلى المياه الإقليمية اليمنية. الآن نحن نعلم أن الطيران اليمني الطيران الوطني اليمني لا يستطيع الدخول أو النزول في أي مطار يمني إلا بعد استئذان التحالف العربي. من اعطاهم هذا الحق؟ حتى لو اعطاهم الرئيس عبد المنصور هذا حق، هذا غير دستوري وغير مقبول. هناك نص دستوري يمني يقول ايضا انه لا يجوز التنازل عن السياده اليمنيه او الاراضي اليمنيه باي حال من الاحوال. وبالتالي ان تصبح السيطره على الاجواء اليمنيه، تصبح السيطره على المياه الاقليميه اليمنيه، تصبح السيطره على موانئ يمنيه، على قواعد عسكريه يمنيه بيد اطراف غير يمنيه غير مقبول ابدا، وهذه مخالفه دستوريه ومخالفه ايضا لقرارات مجلس الامن. كما قلت المجلس الامن في كل قراراته بخصوص اليمن يؤكد على وحده وسلامه وسياده اليمن، وبالتالي اي اتفاق مهما كان، اي تصرف مهما كان ينقص من هذه السياده ايضا هو مخالف لقرارات مجلس الامن ومخالف ايضا للدستور اليمني. وبالتالي الاتفاقيه نفسها نص غريب للغايه، نص غريب للغايه ونص يعني لا ادري ماذا يمكن تسميته غير انه تنازل من الحكومه الشرعيه اليمنيه عن جزء كبير وجزء اصيل من صلاحياتها. إذا اسمح لنا دكتور علي أن ينضم معنا المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. إذا أستاذ أحمد، كيف تنظر للعام المنصرم 2019 من الجانب السياسي كعام حرب وانقلاب؟ نعم، أعتقد أن أزمة ال5 سنوات كلها اجتمعت يعني في هذا العام. يعني هذا العام هو عبارة عن يعني محصلة سيئة للغاية لكل ما مر باليمن منذ انقلاب الحوثي وكذلك منذ أحداث عدن مؤخرا. طبعا يعني قبل الدخول يعني في الموضوع علينا أولا أن يعني نحتكم لبعض القواعد حتى نرى الصورة على يعني بحسب الأمر الواقع. طبعا يعني نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية يعني هي تتدخل في الشأن اليمني يعني في كل مراحل التاريخ اليمني الحديث يعني، وذلك تقريبا تم تعطيل الدستور وبنود الدستور منذ المبادرة الخليجية.
والنظام اليمني يعني في بنيته، النظام السياسي اليمني في بنيته هو نظام يعني فيه الكثير من الخلل، وبالتالي حينما نتحدث اليوم عن قرارات السلطة الشرعية يجب أن نراعي كل هذه الحيثيات وكل هذه المعطيات. طبعا حتى السلطة الشرعية هي لديها خلل كبير في يعني تعدد يعني الأجنحة بداخلها، وهناك إشكالات كثيرة كانت، ونحن يعني رأينا كثيرا من يعني هذه الأحداث التي تدل على ذلك، يعني قالت مثلا رئيس الوزراء السابق بن داغر، وكثير من الإشكالات داخل مؤسسات السلطة الشرعية، وبالتالي هناك يعني الضعف الذي يعني الموجود داخل بنية هذه السلطة الشرعية هو يعني أحد وأهم الأسباب التي يعني يضعفها. وبالتالي يعني حينما نتحدث نحن عن إضعاف السلطة الشرعية من أطراف خارجية علينا أن نراعي أيضا هذه الأسباب الموجودة داخل السلطة بنية السلطة الشرعية. وكذلك يعني حينما ننظر إلى يعني من بداية يعني التحالف العربي وعاصفة الحزم يعني قبل تقريبا 5 سنوات، رأينا أن يعني رئيس السلطة الشرعية رئيس عبد الرب منصور هادي حينما هرب من يعني من صنعاء وحل في عدن وجد نفسه وحيدا غير محاط ب يعني بمن يحميه ويحرسه، ويعني وضع الجيش وضع مهلهل، والمسألة يعني كلنا نعرفها، وبالتالي كان هناك خطأ استراتيجي كبير لازمنا يعني نجني تداعياته المرة حتى اليوم، وهو يعني ترك المجال للإمارات العربية المتحدة لكي يعني تمد جذورها وتعمق يعني كثير من الشروق وتصنع كل هذه الميليشيات والاشتلالات داخل عدن. إذا كل هذه الأسباب هي التي أدت إلى كل هذه النتائج. والخلاصة من هذا كله أنه الحدث الذي يتمثل باتفاق الرياض يعني ينبغي النظر إليه من عدة زوايا. الزاوية الأولى يعني ربما تكون زاوية إيجابية في أنه يعني مسألة يعني لم يكمل الصف الوطني هذه مسألة إيجابية حتى على المستوى النظري. هناك تجارب عالمية ويعني في كثير من دول العالم نجح هذا الدمج ويعني تمكنت التسوية السياسية من أي ناحية تم لم هذا الصف أستاذ أحمد؟ هلا وضحت لنا يعني ما هي النقطة التي تجد أنها وحدت الصف الوطني؟ نعم هذا السؤال في مكانه. يعني كما قلت قبل قليل أنه مجرد الإعلان عن هكذا اتفاقيات أثناء الحروب ونزيف الدماء بين الإخوة هي قلت كما قلت لك يعني على المستوى النظري هو يعني عامل إيجابي. المشكلة الآن تتمثل في الجانب العملي وفي التطبيق، وبالتالي لكن أيضا ينبغي أن نعرف أنه الحديث أيضا عن اتفاق الأجندة الإماراتية والسعودية ربما يكون بعيد قليلا عن الواقع، بدليل أنه يعني صحيح أنه الإمارات يعني حينما دخلت في البداية يعني وجدت المكان خاليا وجدت فراغا أرادت أن تملأه بكل هذه الإشكاليات الموجودة، وذلك يعني لم يكن يرضي السعودية 100%. والآن نرى نحن أن السعودية استفادت حتى من هذه الإشكالات الكبيرة واستطاعت أن تحل محل الإمارات وكأنها لقمة سائغة، وبالتالي السعودية هي يعني الطرف الإقليمي الأكبر وترى معني نفسها معنية ب يعني النظر إلى الجغرافيا اليمنية وفق يعني الأمن الإقليمي الخاص يعني بعلاقاتها الدولية هي. وهنا الإشكال أن غياب السلطة الشرعية وعدم قدرتها على مواكبة هذه الأحداث كطرف قوي وكفاعل سياسي قوي هو الذي هو الآن هو يعني هو الحلقة المفقودة وهو المسألة الخطيرة والكبيرة. ولكن بمقابل ذلك أيضا نحن نشهد الآن مؤشرات كبيرة جدا من خلال يعني تبلور الكثير من الحركات والكثير من يعني المؤسسات والكثير من الأصوات اليوم التي تنادي بالسيادة الوطنية وترسل رسائل للشرعية والتحالف أن اليمن ليس لقمة سائغة وأن اليمنيين هم أصحاب السلطة الشرعية الحقيقية، هم الموجودين على الأرض حتى وإن تنكبت هذه السلطة الشرعية عن مسؤولياتها أو تم الضغط عليها بأي شكل من الأشكال أو كان هناك أيضا إشكالات
بنيويه كما ذكرنا في بدايه المداخله داخل صفوف هذه السلطه الشرعيه وفي مراكز قرارات قرار وفي مؤسساتها المختلفه، والتي يعني هي نحت منحى يعني يبتعد تماما عن المشكله الوطنيه ومشكله الناس ومشكله البلد، وبالتالي غرقت نعم. ربما في اشكالات كبيره يعني نعم. للفساد إذن... ومن المحسوبيات ومن المشكلات التي نعرفها جميعا. باختصار شديد اقول انه الاتفاق يجب ان ننظر اليه من نواحي عده. من الناحيه النظريه هو اتفاق ربما يكون يعني عامل ايجابي في لم شتات الصف الوطني مقابل الانتقال. عند هذه النقطه اسمح لي، من قبل الجيش وتحركات سياسيه ايضا من قبل السلطه الشرعيه، ونحن نرى الان تحركات جيده للجيش في شبوه وفي العلم، وربما هناك بعض الاشياء التي تدور في الكواليس وتدور في الميدان نحن لا نعلمها، وقد تكون في قادم الوقت عباره يعني عن انفراجات ومفاجات من نوع ما. نعم نعم، سمح لي أستاذ أحمد أن أنقل هذه النقطة لضيفي عبر الأقمار الاصطناعي دكتور علي العبسي. دكتور علي، يوجد الأستاذ أحمد أن هناك زاوية إيجابية لاتفاق الرياض وهي لم الشمل الوطني كما تفضل، ويجب أن ننظر إلى هذا الاتفاق يعني بنظرة إيجابية أكثر، ما تعليقك؟ أنا كنت أتمنى أن أشارك التفاؤل الذي أبداه الأستاذ أحمد، ولكن أي عن أي يعني صف وطني يتحدث عنه إذا كان الطرف الآخر هو لا يعترف أنه يمني، إذا كان الطرف الآخر هدفه السياسي المعلن والمكرر والذي حتى الآن بعد توقيع اتفاقية الرياض يعود إلى تكراره وتسويقه لجماهيره وتسويقه خارجيا وتسويقه حتى في الدوائر هنا في أوروبا وفي بلدان أخرى، هو فصل الجنوب اليمن وإنشاء دولة أيضا بهوية مختلفة عن الهوية اليمنية، هوية الجنوب العربي التي كانت مشروعا استعماريا بريطانيا. لا يمكن أن نتوقع شيئا جيدا. الأطراف حتى هي أعلنت وأبدت حتى في خطابها السياسي أثناء توقيع الاتفاقية وبعد توقيع الاتفاقية أن هدف هذا أن الاتفاقية هي هدف تكتيكي، هي مرحلة انتقالية إلى الوصول إلى تحقيق أهدافها السياسية والتي منها سلخ جنوب اليمن عن شماله وانشاء دوله، واستعادت مش استعادت دوله كانت اسمها جمهوريه اليمن الجنوبيه الديمقراطيه الشعبيه، الان نريد ان استعاده دوله او مسمى استعماري الجنوب العربي وسلخ الجنوب عن هويته الوطنيه اليمنيه حتى يعني، فعن اي يعني اجماع وطني او صف وطني نتحدث؟ هذه طرف لديه اهداف سياسيه واضحه تماما يعلن عنها، وهو مدعوم سياسيا وعسكريا واقتصاديا من طرف واضح تماما هو الامارات العربيه المتحده، ومن طرف ايضا خفي او يدعم باستحياء او يتماهى مع طروحاته هو المملكه العربيه السعوديه. لا يمكن ان نتوقع اي شيء ايجابي من اتفاقيه الرياض، اتفاقيه الرياض اصلا ليست اتفاقيه تسويه صراع سياسي، هي كانت اتفاقيه تسويه صراع عسكري. تسويه صراع عسكري ما كان ما اتفاقيه الرياض هي اتت لترجمه النصر العسكري الذي حققته الامارات اساسا عبر ادواتها هي المحسوبه هي القوات المنتمية للمجلس الانتقالي على الحكومه الشرعيه اليمنيه، اتت لترجمتها الى اهداف سياسيه، ترجمتها سياسيا وحصلت على ما ارادت الان، ونحن نشاهد الان كيف يرفض المجلس الانتقالي الانتقال الى الخطوه التاليه وهي مساله الخط البند الخاص بالامن والقوات المسلحه. هو الان يريد الاستمرار بالخط السياسي متناسيا تماما مساله البند الخاصه بالامن والقوات المسلحه ودعم القوات المسلحه وتسليم الاسلحه الثقيله. اذا عن ماذا نتحدث نحن الان؟ الاتفاقيه كانت واضحه للكل والجميع، لا اعتقد ان احد كان يعني يختلف على مساله ان هذه مساله بالنسبه للمجلس الانتقالي مساله تكتيكيه فقط، وغرض الحصول والغرض منها هو الحصول على شرعنه للمجلس الانتقالي كمكون سياسي وهو كمكون عسكري ايضا له وجود على ارض الواقع ولديه سيطره على الارض وحصل على ما اراده. لا نتوقع من هؤلاء ابدا ان ياتوا غدا ويقولوا نحن مع مشروع اليمن الاتحادي، لانه هذا يناقض تماما المبدا الذي قاموا عليه. كيف يمكن مواجهه جماهيرهم التي خاطبوها دائما بحلم استعاده دوله الجنوب واستعاده والجنوب العربي وكل ذلك الذي صموا اذان الناس خلال اكثر من 4 أو 5 سنوات بهذا الموضوع؟ لا يمكن اذا نتوقع شيء خيرا من هذه الاطراف. ايضا الاطراف التي وقفت مع الاتفاقيه، الامارات العربيه المتحده تعادي بشكل واضح تماما الحكومه الشرعيه اليمنيه، تعادي فكره اليمن الاتحادي، الصحفيين والباحثين السياسيين لا نقول المرموقين ولكن المحسوبين على حكومه ابو ظبي وعلى شيخ محمد بن زايد
يعلنون دائما ويتحدثون دائما عن لا يوجد شيء اسمه يمن اتحادي وهناك جنوب عربي، ويؤيدون اطروحات المجلس الانتقالي ويهاجمون بطريقه نعم وقحه ايضا ليس فقط الحكومه الشرعيه اليمنيه ولكن ايضا حتى الشعب اليمني وما يسمونه الشمال ويدعمون الجنوب وهكذا. في إذن ظرف زي هذا نعم لا يمكن ايضا هذه تجاهل وجهة نظرك كل هذه دكتور. العناصر وكل هذه العوامل وان نقول هناك صف وطني في هذه نعم المسألة. اسمح لي دكتور. أستاذ أحمد، استمعت لوجهة نظر الدكتور علي في هذه النقطة، هل تود التعليق؟ نعم، وجهة النظر هذه هي مفهومة، ويعني كما قلنا من حيث المبدأ كل الاتفاقات يعني بما فيها اتفاق الرياض هي يعني حصيلة مرة ومشكلات كثيرة، لكن كما قلت لك حينما نتحدث فيها كمعطى واقعي لابد من التعامل معه، نحن نراها ونقراها من زاوية اخرى رغم انها كلها عبارة عن يعني اشياء سلبية تضر بالوطن الذي هو مدمر اصلا. وبالتالي نحن كما اسلفت قبل قليل يعني لو لاحظنا انه مثلا هذا المجلس الانتقالي هو يعني اقل واعجز من ان يحمل مساله القضيه الجنوبيه كقضيه وطنيه، هو عباره عن مكون صغير لا يرى له اي قيمه كمشروع سياسي، ولكن يرى نفسه من خلال الاسلحه التي يمتلكها ويفرض فيها اجندته الخاصه واجنده قيادته الخاصه المدعومه من الامارات العربيه المتحده على كل الفصائل والمكونات داخل مشروع او داخل بنيه الحراك الجنوبي او داخل كل الفصائل التي لم تستطع ان تتبلور وتتشكل كما تشكل هو نتيجه دعم وعامل خارجي، وبالتالي هذا هو المبدا. لكن كما قلت لك اتفاق الرياض فتح امام هذا المكون يعني افقا سياسيا ليعبر عن سياساته، ليعبر عن رؤيته، ليعبر ليدخل في مجال العلاقات الدوليه وما شابه ذلك، لكن ليس لديه شيئا يعطيه. هنا الاشكال، هو يفتقر الى الهيكليه في مؤسساته، يفتقر الى البنيه القياديه، يفتقر الى الرؤيه ايضا التي توحد يعني بين كل يعني الاجنحه المتواجده بداخله عوض يعني قصوره وعن يعني وعدم المامه بالرؤيه والمشروع السياسي. وبالتالي حتى الامارات يعني انا ربما اختلف كثيرا مع الاخوه الذين يقولون انهم يدعمون الانفصال وما شابه ذلك، قد هم يستخدمون هذه الورقه لانتزاع بعض الاشياء التي يريدونها من اليمن، لكن هم ليسوا معنيين بدعم انفصال او وحده او اي شيء من الخارطه السياسيه اليمنيه، وبالتالي يعني هم يرعون فقط مصالحهم وغير معين، والا لكانوا لما ذهبوا الى المخا ولما ذهبوا الى الحديده ولما يعني كان لهم بعض الانشطه التي يعني تجعل المراقب القريب يرى فيهم اولئك الناس الذين يريدون ان ينتزعوا اي قطعه يعني يكون في تكون في مصلحتهم فيما يتعلق بالشريط الساحلي الكبير للجنوب او فيما يتعلق ايضا بالجزر اليمنيه كجزيره سقطرى وجزيره نيون وما شابه ذلك، وحاليا ايضا المخاء وجزر حنيش يعني في البحر الاحمر. وبالتالي هؤلاء يعني المجلس الانتقالي هو عباره يعني عن مشروع صغير يعني كان وليدا للعاصفه، عاصفه الحزم، وتشكل نتيجة لهذه الظروف والملابسات. وهناك أيضا يعني معلومة مهمة ينبغي أن نستفيد منها، وهي أن السبب الرئيسي في تشكل هذا المجلس الانتقالي كان هو السلطة الشرعية، حينما كان هاني بن بريك مثلا وزيرا وكان أيضا عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، لو كانت الامارات العربيه المتحده في ذلك الوقت تدعى يعني تحمل اجنده ومشروع الانفصال لكانت دعمتهم ليشكلوا نموذج كبير للحكم، لكنهم فشلوا وتحولوا الى يعني الكثير من اتباعهم الى لصوص ونهبوا الاراضي وسرقوا ودمروا كل شيء، والناس في عدن وفي الجنوب كلهم يعني فقدوا الثقه بمن بهؤلاء الناس كحاملين لمشروع دوله جنوبيه او مشروع انفصال او ما شابه ذلك، اذا هم كرسوا عكس المشروع الذي يريدونه في عقول الناس. اليوم اذا جاء احدنا ليسال الناس الذين يعني ينظرون الى مشروع الانفصال من خلال هذا المكون فانهم يعني اصبحوا يتمسكوا بالوحده اكثر مما كانوا عليه، يعني الناس الذين كانوا فعلا يؤملون في دوله جنوبيه يعني، وهناك الكثير ايضا من الفئه الصامته هي تراقب نعم. الوضع من قريب ومن بعيد وهي كتلة فاعلة وكبيرة جدا، ترى أيضا أن هؤلاء الناس فقدوا الثقة تماما في حمل أي مشروع سياسي أو وطني أو مشروع جنوبي أو أي شيء من هذا القبيل. وبالتالي هنا المفارقة،
أن نعم. احتفال الرياض رغم المساوئ ورغم الإشكالات التي يحملها في طياته، إلا أنه من هذه الناحية فتح أمام هذا المكون العسكري أفقا سياسيا هو لا يستطيع أن يواكبه، وبالتالي هو الآن يتنصل من استحقاقات والتزامات اتفاق الرياض، ويحاول أن فعلا يعني بالتواصل مع القادة الإماراتيين أن يفسد هذا الاتفاق، بينما السلطة الشرعية أيضا هي متواطئة وسلحفائية في تطبيق بعض الأمور، لكنها يعني ربما أقول يعني رغم التأخر ورغم الإشكالات، لكن هناك بعض المؤشرات التي يعني من خلالها ربما تستعيد السلطة الشرعية بعض زمام الأمور التي فقدتها في عدن وما حول عدن. ونحن الآن نشهد تداعيات في منطقة شقرة وفي كثير من المناطق حول في ضواحي عدن وفي المحافظات المجاورة، وبالتالي أن يكون هناك بعض يعني بعض التغيير على الواقع الميداني باتجاه شكراً. يعني تمكين السلطة الشرعية من الأدوات العسكرية شكرا لك وبعض المقرات التي فقدتها في عدن وما حولها. نعم شكرا لك المحلل السياسي أحمد جعفر الصبيحي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور علي. دكتور علي، هل نستطيع الحكم على اتفاق الرياض بالفشل حتى الآن؟ يعني ربما لا نريد أن نستعجل، نحن نأمل فقط، لكن القراءة السياسية الواقعية تقول أنه لا مجال لتنفيذ هذه الاتفاقية. الاتفاقية كان لها أغراض أخرى، اتفاقية يعني غير واقعية. يا إما يجب أن يتم لتنفيذ الاتفاقية يجب أن يتنازل الواحد من الأطراف تنازلا كبيرا، تنازلا أساسيا، تنازلا جوهريا. إما أن تتنازل الحكومة الشرعية اليمنية عن مشروع اليمن الاتحادي وتتنازل عن صلاحياتها وتتنازل عن شرعيتها لمصلحة المجلس الانتقالي، أو أن المجلس الانتقالي يتخلى تماما عن خططه ورؤاه وما وكل الدعاية التي نشرها خلال الفترة الماضية عن حول استعادة دولة الجنوب والاتحاد الجنوب العربي أو ما شابه من المسميات هذه. وإذا يعني راقبنا الواقع بنوع من القرب نعرف أن الطرفين لن ينفذ ذلك. إذا الاتفاقية لن تنفذ لأنها مطلوب من واحد من الأطراف أن يتنازل تماما. الاتفاقية لم يكن منها أبدا الغرض منها أيضا إيجاد تسوية سياسية حقيقية، الغرض منها كان إيجاد إعادة تشكيل الحكومة الشرعية اليمنية، إعادة هندسة النظام السياسي اليمني، إعادة تشكيل الحكومة وإدخال أطراف محسوبة على المملكة العربية السعودية وعلى الإمارات العربية المتحدة لزيادة الهيمنة على القرار اليمني. القرار اليمني أيضا هو مسلوب الآن بدرجة كبيرة، ربما كما قلت بعض المقاومة هنا أو هناك، لكن المملكة العربية السعودية بالأساس والإمارات العربية المتحدة أيضا تريد استلاب هذا القرار بالكامل وأن تصبح اليمن تحت الوصاية الفعلية والواقعية والسياسية السياسية الفعلية عن طريق هذه الاتفاقية. التنفيذ لا يمكن، نحن نشاهد الآن، نحن مرة الآن كم مرة من الاتفاق، تقريبا نحن نقترب من الشهر الثالث. ماذا جرى؟ لم يجري سوى إعادة عودة رئيس الوزراء ومع بعض الوزراء الغير مثيلين للجلبة إذا أردنا أن نقول ذلك إلى عدن من أجل صرف الرواتب، وحتى أنهم يقولون ذلك هم موجودين فقط رئيس الوزراء لصرف الرواتب فقط، كأنه ليس لديه صلاحية وكأنه أمين صندوق فقط لصرف الرواتب. نعم. وبالتالي توقفنا عند هذه النقطة. لم ماذا حدث بعد ذلك؟ لا يوجد أي تطور من أي نوع. الجميع الحكومة اليمنية ترفض تنفيذ أي بند في التطور في المسألة السياسية إذا لم يتم تنفيذها في الجانب الأمني والعسكري، والمجلس الانتقالي لا يريد تنفيذ المجلس البنود الخاصة بالأمن والجيش لأنه سيسلب منه القوة الأساسية والرئيسية له، وهي القوات المسلحة وهي القوة وهو السلاح الذي يمتلكه. وبالنتيجة سنروح في هذا المستوى. المملكة العربية السعودية يبدو أنها غير مستعجلة، المملكة العربية السعودية لا تريد الضغط على أي طرف، أو هي تحاول الضغط على الحكومة الشرعية اليمنية، لأن المجلس الانتقالي هو مستلب القرار تماما يعني، ولا يمكن أن نصف بأنه كيان مستقل أبدا. وبالتالي نعم. إطالة الأزمة وإطالة 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 هذا التردد وإطالة هو سيصب في مصلحة استلاب القرار اليمني والضغط على الحكومة اليمنية لتقديم تنازلات للمجلس الانتقالي. نعم دكتور، ربما أيضا شهد هذا العام في أواخر تقارب حوثي سعودي، هل تجد أن هذا ممكن في الأيام المقبلة؟ أعتقد هناك تقارب، لا ليس التعبير المناسب يعني، التقارب ليس التعبير المناسب، ولكن هناك نوع من الهدنة الضمنية بين الطرفين، هناك نوع من ترتيبات أو إبداء استعداد لإجراء محادثات ومفاوضات. الحوثيون كما قلت أكثر من مرة يعلمون تماما أن البوابة الخاصة بشرعنة
سلطتهم في اليمن هي البوابة السعودية. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تعترف بهم كسلطة أمر واقع وكسلطة شرعية في اليمن من غير الموافقة السعودية ومن غير ومن بعد أن تعترف بهم المملكة العربية السعودية. ولذلك هم يلهثون، هذا التعبير أعتقد مناسب تماما لهم، يلهثون وراء أي محادثة من أي نوع مع المملكة العربية السعودية. هم يدركون أنهم غير قادرين على هزيمة المملكة العربية السعودية عسكريا، لذلك هم يحاولون يعني الإساءة، يعني كيف يمكن أن أقول لك، أن يحدث أكبر أضرار ممكنة بالمملكة العربية السعودية لدفعها لإيجاد محادثات معهم. أما المملكة العربية السعودية بحاجة إلى هدنة، إلى هدنة حتى تلتقط أنفاسها بعد أن تلقت ضربات عسكرية قوية وضربات أثرت على اقتصادها الذي هو أساسي جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي كانت بحاجة إلى نوع من الهدنة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق وإعادة ترتيب السياسات. وبدلال ذلك أنه تم تغيير أيضا وزير الخارجية في هذه الفترة. السعودية بحاجة إلى استراتيجية سياسية ومقاربة سياسية مختلفة للتعامل مع القضية اليمنية بأجملها. لكن مسألة التقارب حوثي سعودي لا يمكن، لأن الطرفين هما على النقيض تماما. هناك خلاف عقائدي بين الطرفين. السعودية لا يمكن لها أن تقبل بإنشاء ما شيء مشابه لتجربة حزب الله في جنوب لبنان على حدودها الجنوبية، لا يمكن ذلك. والحوثيين أيضا في عقد من عقيدتهم وإيديولوجيتهم السياسية والدينية، حتى يرون أن السعوديين نظام غير شرعي، نظام صهيوني أمريكي كما يسمونه، وأن الصراع معه مسألة حتمية ومسألة واجبة، وأنه الجهاد ضده هو أولو من أولوياتهم قبل الوصول إلى تحرير القدس وتحرير فلسطين كما تقول دعايتهم. كيف يمكن نعم، للطرفين إذا على هذا النقيض أن يتقاربا ويحدث تقارب بينهم؟ ما نعم، يأتي هو عبارة عن لو تكتيك تحدثنا سياسي، إذا عن وهناك الدور، أطراف دولية رعت ذلك أو دافعت بذلك. نعم، لو تحدثنا عن الدور العماني المتصاعد في الآونة الأخيرة في الأزمة اليمنية، كيف تقرأه دكتور؟ المملكة سلطنة عمان منذ القدم، يعني منذ 40 عاما، وهي معروفة بأنها سياستها وسطية ولا تحب التدخل في الدخول في أزمات أو التعسكر أو التخندق مع أي طرف سياسي ضد طرف سياسي آخر. خط هذا معروف منذ فترة، وهي تساعد، وهي ترى أن اليمن أيضا يشكل بالنسبة لها أمن، مسألة أمن قومي لسلطة عمان. هي الدولة مجاورة ودائما ما كانت تسبب لها القلاقل، مثلا في السبعينات مسألة ثوار ظفار، وهذا كان ترك طباعة سيئة وتجربة مريرة لسلطة عمان مع اليمن، سواء كان جنوبيا حتى ومع اليمن بكل. ودائما ما سلطة عمان ما تأثرت بالأحداث الجارية في اليمن، سواء الحروب والأزمات، سلطة عمان تتأثر بذلك. والآن هي ترى أن هناك من يحاول التسلل ومحاصرتها، سواء كانت المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، تحاول التسلل والسيطرة ومحاصرتها سياسيين وعسكريين حتى. ولذلك هي تدخلت الآن بنشاط أكثر. هي كانت تتدخل سابقا بنوع وسيط، نوع من وفق سياستها المتعارف عليها كوسيط وكطرف مقبول من جميع أطراف النزاع، لكن الآن دخلت بشكل أكثر نشاطا، لأنها وجدت المسألة أصبحت تتحول إلى تهديد حقيقي وفعلي لأمن سلطنة عمان، خصوصا في هذه المرحلة اللي نعم. هناك تحول سياسي ربما قادم في سلطة عمان قادم لو قادم. لذلك هي تحاول تأمين جزء مهم أو جبهة مهمة بالنسبة لها. نعم، لذلك لو أردنا الحديث تنشط الآن في دكتور، هذا المجال، وهي كوسيط مقبول من جميع الأطراف. نعم، في دقيقة لو سمحت دكتور، لو أردنا الحديث عن خيارات اليمنيين بعد 5 سنوات من الحرب في ظل عجز وفشل هادي وحكومته. أعتقد على اليمنيين أن يستعيدوا هويتهم الوطنية التي تم التنازل عنها، تم تهميشها، تم استهدافها. على اليمنيين أيضا أن يجتمعوا على كلمة واحدة، على قرار واحد، البحث عن أشياء مشتركة بين اليمنيين حتى تجمعهم، حتى يقفوا يعني بالضد من كل المخططات سواء الداخلية أو الخارجية التي تستهدف وطنهم وتستهدف وجودهم وتستهدف وجودنا كشعب. ما يجري في اليمن الآن يستهدف ليس فقط الأراضي اليمنية أو مسألة السيادة اليمنية، وتستهدف أيضا هوية الشعب اليمني. هناك مخطط لاستلاب الهوية اليمنية سواء في الجنوب عن طريق مشروع الجنوب العربي، أو في الشمال عن مشروع السلالي الطائفي الخاص بالحوثيين. لذلك على اليمنيين الوقوف مع بعضهم بعض، الاتفاق على أشياء مشتركة، على أساسيات مشتركة، على حماية الهوية الوطنية وتعزيز الهوية الوطنية والتفاهم حول مبادئ أساسية، وهي موجودة هذه كلها، مطلوب فقط الالتفاف حولها. لدينا دستور يمني موجود، لدينا مشروع الدستور الاتحادي، لدينا مخرجات الحوار الوطني، لدينا مشاريع سياسية جاهزة للحل وقابلة للتنفيذ، وحصلت على تأييد سياسي وتأييد شعبي.
علينا فقط الالتفاف حولها والبحث عن قيادات تستطيع التعبير عن هذه المشاريع السياسية والالتفاف حولها. لكن المسألة أن نتقزم أو أن يتشظى المجتمع اليمني ضمن تقاطعات طائفية ومناطقية وجهوية وقروية وعشائرية وأسرية، هذا لن يفيد اليمنيين بشيء. علينا كيمنيين أن نتحد مع بعض، علينا اليمنيين الالتفاف حول مشروع واحد والبحث عن قيادات أو السماح لقيادات حقيقية بالصعود إلى واجهة الأحداث. من يتصدر واجهة الأحداث الآن في اليمن هم شخصيات مصلحية انتهازية، سواء كسياسيين كانوا في الحكومة الشرعية أو حتى في المعارضة أو حتى كقادة رأي وحتى كزعامات اجتماعية وجهوية. هؤلاء كلهم لديهم مصالحهم الشخصية التي يرعونها. نحن بحاجة إلى نخبة سياسية يمنية جديدة، أن نترك فرصة للنخب السياسية أن تصعد إلى الواجهة، أن تحمي المشروع اليمني، أن تحوي الهوية اليمنية، أن تحتوي وتحمي مشروع اليمن الاتحادي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من برلين. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.